السلام عليكم إخوة الأخوات، صحاب قناة إلكترو تيك نور، مرحبا بكم. الدرس اللي شفنا في الحلقة اللي دازت على كوندونساتور وعلى موتور مونوفازي، وكنت قلت لكم في الاخر واحد الإشارة بأنه الحلقة الجاية غادي تكون يعني في نفس لو موتور ونفس لو برانشمون، ولكن كاين واحد الخطر خاص الإخوة الكهربائيين يردوا لي البال مزيان. كيف ما كتشوفوا هاد لي موتور ديال 3 فيل، كيف ما قلت الحلقة اللي داز تري ريبوندي، يعني كاينين موجودين تقريبا ديما كنلقاهم. الزيادة اللي كاينة اليوم والخطر اللي خاصنا نردوا لي البال، يعني كتشوفوا هنايا نفس لونغولمون برينسيبال اوكسيليير برينسيبال اوكسيليير اللي يزيد هو واحد البروتيكسيون تيرميك، هي هادي هاد البروتيكسيون تيرميك مزيانه. الا شفتوا الفرق ما بين هاد الشيما وهاد الشيما اللي كاين هنا، هاد الشيء راه كاين في قلب الموتور الاخوان، يعني زيد هاد البروتيكسيون تيرميك تزادت اون سيري عاد خرجت لينا الراكوردومون. هاد البروتيكسيون تيرميك كتكون غالب الاحيان سوسون دي تيرميستونس، معنى انهم بار اكزومبل ملي كيسخن الموتور كيوصل لواحد طومبيراتور اكسيسيف كيتحل هاد لو كونتاكت ديال البروتيكسيون تيرميك اللي كاين في قلب الموتور، ما كاينش على برا. هاد البروتيكسيون تيرميك هي مزيانه بالنسبه للموتور، ولكن فيها واحد الخطر انا غادي ندوز نشرحه دابا. دونك ندوزو للكابلاج كيف ما العاده، يعني عندنا واحد الكوندونساتور بيرمانون، عندنا بلاكا بورن، عندنا واحد لابورن سميتها زد ان، واحد لابورن سميتها يو ان، واحد لابورن سميتها يو دو، وعندي بيان سور اليمونطاسيون 220، يعني حتى لهنا مزيان. دونك الراكوردومون غادي نبدا بواحد لافاز كيف ما العاده، كنديها لاشينت دي دو زونغولمون، كاينه لاشينت. دونك هذا من جهه، من جهه ثانيه او دو كتمشي لونغولمون برينسيبال، غادي تبقى ليا هاد زاد ان، هي هاد الكابلي الصفر اللي غادي يمشي لونغولمون اوكسيليير. دونك اشنو بقى ليا؟ بقى ليا لو كوندونساتور. لو كوندونساتور كنديه نديرو مع لونغولمون برينسيبال، والبور الاخرى خاصها تمشي ليا لونغولمون اوكسيليير. دونك هي هادي. دونك حتى لهنا مزيان، هاد الشيما بحالها بحال ديال الشيما الحلقة اللي دازت. دونك فين كاين الخطر؟ الخطر الاخوان كاين قلت كيتعلق بهاد البروتيكسيون تيرميك. سيبوزون ندير انا بوطون بوسوار، يعني بوطون بوسوار يعني كان اكسيتي واحد الكونتاكتور كيخدم ليا لو موتور. سيبوزون لو موتور وصل لواحد طومبيراتور اكسيسيف، يعني سخن بزاف، اشنو غادي يوقع لهاد الكونتاكت ديال البروتيكسيون تيرميك؟ غادي تحل. دونك ملي غادي تحل غادي تمشي ليا 220 فولت على الموتور، غادي يوقف سي بون. يعني الا بغيت نعاود نخدم الموتور غادي نتكي على البوطون مارش غادي يخدم لي الموتور. ولكن الاشكال فين كاين الاخوان؟ سي بوزون عندنا ان كوميطاتور، هاد كوميطاتور شنو كيعرف؟ عنده واحد بوزيسيون زيرو، عنده بوزيسيون ان، كتوقفو بوزيسيون زيرو راه واقف الموتور، كديرو بوزيسيون ان كيعطيك 220 الموتور. واخ دابا سيبوزون الموتور سخن، جيت انا غادي نشوف الموتور وموقفتش هاد لو كوميطاتور، هذا اشنو غادي يوقع؟ دابا هذا قلنا ملي كيوصل لواحد درجه الحراره الموتور كيتحل هاد لو كونتاكت هذا، يعني فاش كيتحل كيوقف الموتور، هو واقف. غادي نجي انا بار اكزومبل غادي يعيطوا عليا سيرفيس اونتروتيان، شوف هاد الموتور مالو واقف، غادي نلقاه سخون. اول حاجه غادي تدور في دماغي كاينين جوج حوايج، يا اما موفيز سيراج في البلاكابورن،
يعني الموتور باغي واحد لامبيراج ولكن مو واصلوش، سو كيفي كيسخن او لي غولمون ديال الموتور سون غريبي خاصني نبدلهم. دابا سي بوزون جيت انا غادي ندير لانترفونسيون في بلاكابور، يعني هذا ما طفيتوش خليته في بوزيسيون 1، اشنو غادي يوقع؟ هاد التيرميستونس الاخوان كيدوز واحد الوقيته. باغ اكزومبل غنعطيكم غير مثال هنا، يعني باغ اكزومبل الموتور وصل 120 دوغري غادي تحل لي هاد لو كونتاكت، ولكن ملي غيتحل لو كونتاكت يعني غادي يوقف الموتور، دونك غادي يبدا يبرد، غادي يبدا يشد في لا تومبيراتور امبيون ديالو. ها هي لا تومبيراتور كطيح، سي بوزون غادي توصل 80 غادي يعاود يتسد هاد الكونتاكت هذا، غيتسد بوحدو الاخوان. اذا في نظركم غادي يتسد بوحدو الكوميتاتور بوزيسيون 1، دونك الموتور غادي يدور. دونك كيف ما قلت غادي ناتاكي انا البلاكا بورن، غادي نبدا نسيري في لي فيس، و سي بوزون لا تومبيراتور وصلت 80 اذا غادي يضربني الضو هنايا لا غبار عليه. واخا هذا من جهه، نمشيو لي رولمون. لي رولمون باش غاتاكيهم كتحل هاد الكوفيرك الاول الاول، وكتمشي للفونتيلاتور ديال الموتور وكتدورها واحد دو روتاسيون ولا ثلاثه دو روتاسيون كيف ما قلنا في واحد الدرس سابق، كتشوف واش لو روتور ديال الموتور ليبر. معنى ليبر يعني كيدور لو روتور فاسيلمون، دونك مزيان. ولكن الا حليتي انت الكوفيركل وغادي تدور الفرفاله بيدك وجاب الله هاد هاد لو كونتاكت تسد في هذوك لو مومون اللي حليتي انت الكوفيركل، اشنو غادي يوقع؟ يعني غادي تضربك لصباعك الله يستر. هذا هو الخطر اللي قلت لكم الاخوان كاين. اذا ردوا البال، يعني ملي يكونوا عندك بار اكزومبل الموتور سخن كيلكو سوا، يعني نحيد عليه الضو كاريمون كيف ما بغى يكون، تري فازي مونو فازي كيف ما بغى يكون، كنحيد عليه الضو عاد كنمشي ندير لي زانترفونسيون ديالي، كندير سيكوريتي ديالي. لان شحال من اخ يعني ما ردش البال هاد الكوميطاتور هذا، مشى خدام في الموتور وقع اللي وقع. دونك الاخوان نتمنى ما تطيحوش في هذا الفخ هذا، وما تطيحوش في هاد هما هاد الماتر هاد لي موتور الاخوان كانوا قدام. دابا شنو ولاو كيديروا؟ ولاو كيشدوا هاد لي دو كونتاكت ديال بروتيكسيون تيرميك كيخرجوهم على برا، كيخرجوا في بلاكابور وكديرهم مع السيركوي دو كوموند. هادشي اللي ولا دابا يعني في لي موتور جداد، ما بقيناش كنلقاو بار اكزومبل البروتيكسيون تيرميك راهي في قلب الموتور كتعرف واش كاينه ولا ما كايناش. اما لي موتور اللي كاينين دابا حاليا في السوق ولاو هاد لي دو فيل كيخرجوا في بلاكابور. وشحال من اخ سولني كيلقاه بار اكزومبل في لي موتور كورون كونتيني، في لي موتور الترناتيف كيلقى واحد دو كابل خارجين ودير لهم واحد الدومينو. يسقسيني علاش؟ دونك هادوك راه هما ديال تيرميستونس، يعني في حاله الرولي تيرميك ما جاوبش او شي حاجه اخرى، دونك كيتحل لي هاد التيرميستونس كتحل لي الكونتاكت على الموتور. دونك كيف ما قلت هاد لي دو فيل كيكونوا في بلاكابورن كنديهم انا لا كوموند، يعني بحال داك 95 96 كنديرهم اون سيري مع 95 96، يعني الا تحل هذا راه الموتور غادي يوقف. دونك الاخوان ما نطولش عليكم، نتمنى تكونوا استفدتوا، تبارك الله عليكم، ما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.